Introduction to Healthcare Associated Outbreak Management, Definition and Basic Terminology. Topic: we'll talk about the level of disease occurrence, the meaning of HI, the meaning of outbreak, the meaning of healthcare associated outbreak, epidemiological link, mode of transmission, case definition, index case, case finding, the meaning of impact of pathogens, type of patients, emerging infection, and outbreak classification matrix. For the level of disease occurrence summary, we have 5 different levels of disease summary: sporadic, endemic, hyperdemic, and epidemic or outbreak or pandemic. الهدف من هذا التعريف إنها تعرفنا عن معنى التفشيات وآلية التعامل معها. Sporadic mean occasional cases occur at regular interval، بمعنى إنه أنا عندي أحداث وبائية بتحدث بتصير في أوقات متفرقة، ومثل زي ما عندنا مثلاً الميرس والإيدز. Endemic بمعنى persistence occurs with a low to moderate levels، بمعنى إنها مستوطنة زي عندنا الملاريا والتوبركولوزيس، عبارة عن أمراض موجودة في مناطق معينة ولكن في بكم أوقات محددة. هايبر إندميك معناها مفرط التوطين، إلى persistent high levels of occurrence إلى بتكون إنه الأمراض هذه موجودة في هذه المنطقة بكميات أو بفترات طويلة، أو زي عندنا من الهيباتيتس بي. Endemic or outbreak اللي هي وبائية occur clearly in excess of expected level for a given time and a period. بالنسبة للإندميك والأوتبريك إنه لازم أنا يكون في عندي فيها expected period أو time معين، بتصير في فترة معينة وبعد كده بتندفع. الباندميك اللي هي الجائحة، بمعنى الإبيديميك spread over several countries over or countries affecting a large number of peoples، زي اللي هي عندنا جائحة كوفيد اللي هي تكون عبارة عن أمراض تستوطن في جميع المناطق أو دول العالم وتسبب فيها outbreaks. الـ healthcare associated cases هو عبارة عن infection or colonize that occur in a patient as a result of care at healthcare facility that was not present at time of admission of the patient. بمعنى إنه المريض أخذ العدوى من المنشأة الصحية ولكن ما جانب عدوى من المجتمع أو من الكوميونيتي. To be considered that the case must be diagnosed after the patient spent more than 2 calendar days in healthcare facility. Therefore, healthcare-associated infection cases can be diagnosed on or after a third day of admission, considering admission on the first day. بمعنى هنا جينا نفصلها، أنا كيف أعرف إنه هذا المريض كان صار عنده عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية؟ بتطبيق آلية اللي هو السكرينينج، سواء إذا كان عندنا وجوب إنه لازم تكون عندنا آلية سكرينينج اللي هي فحص أو عمل عينات للمرضى عند دخول المنشأة الصحية أول يوم لثاني يوم. هنا أنا أحدد إنه هذا المريض إذا كان جاته عدوى من داخل المستشفى أو جاته من الكوميونتي، هنتكلم فيها في الديتيلز، ولكن جدا مهم إننا نعرف موضوع إنه الفيرست 24 أور أو الفيرست 48 ساعة الأولى من دخول المريض مهم جدا فيها إنه إحنا نعمل التحاليل للمريض بحيث إننا نحدد فيها هل هو كان community acquired infection أو جانب عدوى من المجتمع، أو إنه بعد كده أنا لما دخل عندي وجلس عندي في المنشأة الصحية أكثر من 3 أيام وسحبت له عينة وبدأت عنده علامات العدوى اكتسب العدوى عندي في المنشأة الصحية. من الـ definition الـ outbreak. Outbreak definition is a disease occurrence in a population above the normal expected rate
at any given time or location. The expected number of cases can be determined through ongoing disease surveillance. This involves the systemic collection of numerator and denominator data using low standardized case definition and surveillance method. هذا تقريبا التعريف الشامل اللي هو للتفشيات اللي هو بمعنى للأوتبريك، هو ظهور عدد غير متوقع من المرض أو من البكتيريا أو من الإنفكشنز عندي، سواء نتكلم عن منشأة صحية. أنا عندي for examples، أنا عندي مثلا قسم الـ ICUs، أنا يوميا مثلا أنا بمر وبشيك على الأجسام، بألاقي أوكي أنا في عندي حالة، ممكن اليوم طلعت عندي حالة، بكرة ظهرت عندي حالة. لما تزيد عندي عدد الحالات بأورجانيزم معين، مثلا نقول عندنا كليبسيلا، نقول عندنا كانديدا، نقول عندنا أسينيتوباكترز، مجرد ما أنا ألاحظ إنه أنا في عندي العدد بيزيد، كل يوم بتزيد عندي حالة، يوم بتزيد عندي حالتين، هنا أنا على طول أعمل notification إنه أنا realize إنه أنا عندي outbreak، فبالتالي نبدأ نعمل اللي هو surveillance اللي هو التقصي بتوسع أكبر. هنتكلم عن آلية التقصي بتوسع أكبر عشان نعرف إيش هو مصدر اللي هو التفشي. نجي لديفينيشن للـ healthcare associated outbreak. It is an increase in number of healthcare associated event اللي هو بمعنى الحدث الوبائي أو حدث التفشي المرتبط بالرعاية الصحية، سواء للinfected or colonized among patient or staff over the above expected number of cases. بمعنى أنا عندي مرضى منومين عندي من فترة المنشأة الصحية، جيت مثلا نقول قبل شهر أو قبل أسبوعين لقيت إنه أنا عندي النمبر بيزيد تبع الـ HIs اللي هو عدوى مكتسبة في المنشأة الصحية. قد يكون المرضى على devices، قد يكون المرضى على non-devices، ولكن دي على حسب الوضع الراهن للقسم. فأنا هنا بيبان عندي اللي هو إيش؟ زيادة عدد الحالات. Healthcare associated outbreak is met when there are two or more of cases infection or colonized by caused by the same organism epidemiological link to the location, exposure and duration. طب أنا كيف أعرف إنه أنا في عندي عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية؟ زي ما قلنا مثالاً، أنا عندي العناية المركزة، دخلت بشيك على الداتا اليومية تبعت الريزلت، لقيت إنه أنا عندي في 4 حالات إيجابية كلهم كليبسيلا. طيب أجي أعمل لينك بيناتهم، طيب هل هم كلهم infection؟ هل كلهم أخذوا العدوى؟ هل كان كلهم عندهم signs and symptoms للinfection، fevers، low platelet، depend للكريتيريا تبعت الinfection؟ هل أنا عملت لهم screening وكانوا colonized؟ وإيش الindication للscreening اللي أنا سويتها وعرفت إنه هم colonized قبل هذه الفترة؟ ممكن يكون عندي outbreak، ممكن يكون في عندي cases جايتني متحولة وهي كانت source للinfections. طيب هنا أبدأ أعمل لهم لينك اللي هو epidemiological link. اللينك بيناتهم إحنا قلنا ممكن يكون النيرسينج، ممكن يكون sharing equipment، اللينك ممكن يكونوا sharing doctors. تمام. طيب عندنا اللوكيشن، إحنا قلنا اللوكيشن ممكن يقول كلهم ICUs، بس ICUs هل هم كلهم related لبعض؟ هل هم قريبين من بعض؟ إيش المسافة بيناتهم في اللوكيشنز؟ تمام. كم الفيت between each bed لبد؟ تمام. الاكسبوجر، هل هم تعرضوا لسيم هيلثكير وركرز، لسيم ماشين؟ مثلا نقول عندنا الدينامابس، الاكس راي ماشينز، وات ايفر. الديوريشن، هل هم كلهم في نفس الفتره؟ جدا مهم نعرف انهم فترات اللي هي اخذ العينات، مثلا انه تم أخذ العينات خلال 3 أيام أو تم أخذ العينات خلال يومين متتالية من إصابة الأول للثاني للثالث. فهذه تقريبا هي آلية اللينك، الربط بين الحالات. Once the healthcare associated outbreak is met, the notification process should be started according to the steps described in the operation of the outbreak. مجرد ما أنا أتوقع أو إني أحس إنه أنا عندي outbreak، أتأكد إنه أنا عندي outbreak،
ظهرت عندي 3 حالات أو ظهرت عندي حالتين على حسب الكلاسيفيكيشن ماتريكس الموجود عندنا. في عندنا حالات من أول حالة أنا ببلغ على إنه عندي أوت بريك، وفي بعدها على حسب ظهور حالة من حالتين أنا أبلغ أوت بريك، وغالب الحالات بتكون من حالتين وأكثر أنا يتم البلاغ في منصة الأوت بريك. فهنا على طول يتم إدخال البيانات الإبلاغ عن وجود أوت بريك، يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة وآلية صحيحة، نتأكد من جميع البيانات اللي هو تاريخ العينات، تاريخ ظهور العينات، نوع العينات تم أخذها بشكل صحيح بشكل سليم، تمت إعادتها بطريقة سليمة، تمت مناقشة العينات والريزلت مع الأطباء أو مع رئيس القسم ومع رئيس قسم مكافحة العدوى، وتم أخذ فيها قرار بأنه يتم الإعلان على أنها تفشي. It should be noted that healthcare associated outbreaks and outbreaks are two different terms. معنى أنه لازم نأخذ بعين الاعتبار بأنه يوجد اختلاف بين التفشي المرتبط بالرعاية الصحية والتفشي بشكل عام. Therefore, healthcare associated infection colonization is not necessarily to be an outbreak when detected sporadically. اشرح هنا تشرح هذه النقطة بأن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية خاصة إذا كان المريض colonized يعني بمعنى حامل للميكروب ليس بالضرورة بأن تكون تفشي إذا تم اكتشافها بشكل متفاوت. هنا نطرح نقطة إنه لازم تفعيل سياسة اللي هي السكرينينج. إضافة إلى ذلك التفشي يمكن أن يكون بسبب healthcare associated infection colonization or non-healthcare associated infection colonization even when community become the source in hospital outbreak. إذا كانت نتائج العينات أو للمرضى من الكوميونتي إيجابية من أول نتيجة إيجابية فممكن إنه الأوتبريك يكون يحسب على الكوميونتي. Prevention measures should be implemented for any detected healthcare associated infection colonization or outbreak or not. نقطة ال prevention measures as infection control يجب أن تطبق على جميع الحالات سواء كانت colonization أو non-colonization في حال وجود ميكروب يهدد حياة المرضى. نتكلم عن epidemiological linking cases. إحنا قلنا عندنا آليات لربط الحالات بحيث إنه نعرف هل هي مرتبطة أو لا. أول حاجة عند epidemiological link location. Location اللي هو cases involved in outbreak sharing the same unit or stopped in one unit. بمعنى إنهم يكونوا مع بعض في نفس الوحدة، أو ممكن يكونوا تقابلوا في منطقة معينة لمدة تزيد عن 48 ساعة أو 72 ساعة. هنا هذه during اللي هو الكورسز في الهوسبيتال ستاي. هنا هذه إحنا نعملها نسميها اللي هي اللوكيشن link by location. طب لما نجي بالنوع الثاني link by duration اللي هي duration varies from one infection to the others based on incubation period or different organism or disease. By duration اللي هي الفترة اللي جلس فيها، إما إنها تكون بفترة انتقال المرض اللي هي duration، زي مثلا إذا قلنا الإنفلونزا فترة انتقال المرض أنا أقول من يوم ليومين اللي حسب الإكسبوجر للمريض، أو مثلا إنه زي الأورجانيزم الكانديدا إنه كنت جالس مع مريض كان في غرفة فيها مريض عنده كانديدا جلس معه 3-4 أيام وكان في sharing equipment or whatever وممكن يكون أخذ منه اللي هو الانفكشن. فبالنسبة linked by epidemiological link by duration or by location يحتاج لها deep investigation إنه good surveillance system عشان you can detect اللي هو a source تبع الانفكشن. بالنسبة للإبيديميولوجيكال لينك إكسبوجر عندنا 3، عندنا هيومن تو هيومن ترانسميشن، أو عندنا إنفيرومنتال إكسبوجر وإكسبوجر تو كومن سورس. هيومن تو هيومن ترانسميشن معناه إن أي بيرسون هو هاد كونتاكت وذ لابراتوري كونفيرمد هيومن كيس إن ساتش واي
as have had opportunity to acquire the infection. بمعنى مثلا انه examples نقول عندنا انك لما تكون متعرض لشخص عنده positive COVID result فانك هذا انك انت تكون هذا exposure link بانك كم تعرضت لحالة ايجابية. بالنسبة لل environmental exposure, any person who have contact with contaminated environmental source that has been laboratory confirmed. environmental source عندنا يقول مثلا انك عندك المنشأة المنطقة, ممكن يكون انا عندي قسم عملنا له sampling, air sampling ولا environmental sampling equipment طلعت contaminated وبالتالي انا تعرضت لها وصارت فيها انتقال لعدوى, اخذ العدوى من هذا الايكويبمنت وتم نقلها لشخص اخر. exposure to common source, any person who have been exposed to some common source or vehicle or infection as a confirmed human case. any vehicle, common sources عندنا sources كثير بالنسبة للمنشآت الصحية, عندنا بالنسبة للإكويبمنت, عندنا الدكتورز, عندنا whatever, هذه بالنسبة للcommon sources, فهذه تقريبا هي الإبيديميولوجيكال لينك إكسبوجرز. mode of transmission عندنا different type of transmission, عندنا infectious ones و disease ones. بالنسبة للinfectious ones عندنا اللي هي droplet contact و direct physical contact و transmission اللي هو placental infections. اللي هي نجينا للdroplet contact اللي بنعرف اللي هي أسبابها اللي هي الممرضة اللي هي الinfectious ones اللي هي أساسها فيها مرض, عندنا coughing and sneezing تكون أقل من 1 متر. الdirect physical contact اللي هي infection to person secretion blood body fluid urine, this method include وممكن كان عندنا sexual contact. transplacental اللي هي from mothers to fetus, هذه نسميها infectious ones. طيب in general disease wise عندنا airborne transmission, زي ما احنا عارفين اللي هي الميكرو اورجانيزم كان بي ريمين في الاير وياخد فتره طويله ودائما لها سبيشال بروكوشن, وعندنا من ضمنها اللي هي التي بي والميزلز. عندنا الاندايركت كونتاكت يوجوالي باي تاتشينج اللي هو الكونتامينيتد سيرفيسز, وهذه دائما نحث احنا فيها الممارسين الصحيين بنقول لهم وات ايفر الهاند هايجين دائما تكون نمبر 1 عشان ديكريز اللي هو الاندايركت اللي هو infection transmission. fecal oral transmission usually from contaminated food or water source. بعد كده عندنا vectors borne transmission اللي هو carried by insect or other animal اللي هي الامراض المنتقله عن طريق الحشرات والبعوض. بعد كده اخر واحده عندنا اللي هو iatrogenic transmission اللي هو transmission due to contaminated اللي هو medical procedures, غالبا بتكون لو عملنا مثلا الاكس راي عفوا السيرجريز باي باس سيرجيكال باي باس, فهذه تقريبا احد اللي هي المود اوف ديزيز او انفكشن ترانسميشن. نجي لتعريف اللي هو الكيس ديفينيشن. لما انا اعمل اوت بريك او لما اجي اتحقق, لو قرانا الجايد لاين تبع الاوت بريك حنلاقي انه واحدة من الستيب في الاوت بريك انفستيجيشن عندنا الكيس ديفاين او كيس ديفينيشن. ايش معنى هاد كيس ديفينيشن؟ اللي هو is a set of uniform criteria used to define a disease for surveillance of allowed purposes. كيس ديفينيشن in اوت بريك is a situation can be divided into three categories. انواع الكيس فايندينج عندنا confirm or probable or suspect. confirm cases بمعنى انه انا عندي laboratory confirm of agent, بمعنى انه انا عندي عينه ايجابيه من المختبر التاكيديه على انه هذه الحاله عندي ايجابيه, مثلا نقول انه كوفيد ولا ميرس كوف ايجابي, او انه انا عندي ام دي ار او ايجابي الحاله. probable cases انه ممكن يكون هو عنده typical clinical features of illness, موجود عنده signs and symptoms مؤكده 100%, ولكن الريزلت تبعت المختبر تكون عندها باندنج لسه ما ظهرت, او انها تحت اندر بروسيسنج, او انه يكون في لينك
بينه epidemiological link، سواء كان human links سواء كان environmental links، بحيث انه في رابط وبائي بينه وبين الديزيز. suspected بمعنى انه يكون في typical clinical features او في features عفوا، بمعنى انه في اعراض وعلامات انه في عنده infections وفي عنده عدوى، ولكن لا يوجد رابط مختبري ولا يوجد رابط وبائي. يعني ما عندي أنا عينة مختبرات مختبر تأكيدية بأنه بالفعل هو إيجابي أو suspect، ولا يوجد رابط وبائي بأنه هو تم تعرضه لحالة إيجابية بحيث أني أنا أقدر أتعامل معه على أنه إيجابي، فأنا هذا أعتبره suspect. وفي كل الثلاثة الكيس definition we have to deal with them كلهم على أنهم infected، ونطبق فيهم معايير مكافحة العدوى اللي هي من أهمية من أهمها العزل. طيب نيجي نكمل بالنسبة للكيس ديفينيشن. عندنا الكيس ديفينيشن لها أدفانتج ولها ديس أدفانتج. الأدفانتج للكيس ديفينيشن لما نيجي نقسمها على نوعين، فيها سنسيتيف كيس ديفينيشن وفيها سبيسيفيك كيس ديفينيشن. بالنسبة للأدفانتج للسنسيتيف كيس ديفينيشن، increase the chance to find lower cases، بمعنى إنه تحدد لي تزيد لي الفرص اللي هو إيجاد الحالات true positive. able to find as much as information in true cases early rather than having to go back and find case later. بمعنى إنه تخليني أبحث بتوسع، تجميع داتا، تكون عندي داتا جدا كبيرة من كل الناس أو من كل الكيسز، أي من مجرد مني أنا أحس إنه هو suspected هذا إيش أنا بسحبه معايا. ولكن the disadvantage هذا بالنسبة لل sensitive case definition، the disadvantage لها إن تعمل may capture individual who are not actually part of the outbreak اللي هي معنى يسميها false positive. يعني ممكن أنا يكون عندي outbreak ولكن شخص ما له علاقة، ممكن يكون عندي مريض لي كورونيك كيسز لي 3-4 سنين عندي ووضعه ممتاز، ولكن انا باخذه انفولف هنا معايا في هذا الاوتبريك. فهذا انه هذه مشكله انه من اعمل اللي هو السنسيتيف كيس لو ديفينيشن. طيب لكن لما اعمل سبيسيفيك كيس ديفينيشن، لما احدد انه انا احدد لي كريتيريا معينه للاوتبريك اللي انا ابحث فيها، ايش الادفانتج فيها؟ بيكون عندي امبروف الكيس كلاسيفيكيشن اللي هو مينيمايز الفوس بوزيتيف، اقلل الاخطاء، اقلل اللي هو الاخطاء اللي انا بطلعها اللي هو من تجميع الداتا. يكون عندي سترينث اللي هو سيكوينت اناليتيك تيست اور ستدي مي بي مور ريسورسز اللي هو افكتيف، بمعنى انه تقلل عندي الاخطاء، تكون عندي داتا فيكس تحدد لي ال معايير الأساسية إلا إيش إلا أنا أمشي فيها على إيش أتبعها عشان أتابع الحالات. ولكن أتسأل أدفانتج في السبيسيفيك كيس إنه ممكن أنا إيش أضيع الحالات اللي يصير عندي فولس نيجاتيف، إنه ممكن في حالات تضيع لإني أنا في مو كل الكريتيرياز أو مو كل المعايير اللي يتم وضعها للمرضى بعض الحين تتشابه. ممكن في يكون اختلاف بسيط، مثلا إذا أنا حطيت إنه مريض لي أكثر من 7 أيام وقف أنتيبيوتيكس، أو أخذ المريض إلا أقل من 6 أيام، فالاختلاف الديوريشن هذه اليوم توقيف الأنتيبيوتيك بيوم أو بيومين، إعادة سحب العينة مرة ثانية، هذه هنا تقريبا بتعمل لي جابن إنه إيش لمس الكيسز. ولكن ما يمنع إنه إحنا نبدأ بتوسع وبعد كده نقلل اللي هي لا معاييرنا او نقلص المعايير بحيث نخليها محدده لانها تعمل لنا جايدنج على اكتشاف الاوت بريك وتدينا فيه اناليسيس. بالنسبه للكيس فايندينج، انا في عندي تعاريف مهمه من ضمنها الاندكس كيس. لما انا اجي اقول اندكس كيس، مين هم الاندكس كيس؟ الاندكس كيس اللي هو the first case among the number of similar cases that are epidemiologically related. يعني أنا الاندكس كيس أنا أعتبر هذا الحالة الأولى للتفشي، أول حالة ظهرت فيها التفشي أنا أسميه هذا الاندكس كيس.
هذا يكون الرئيس، المصدر الرئيسي تبع اللي هو إيش الإجراءات اللي أنا بتبعها. فالإندكس كيس لما أجي أتعامل مع اللي هو نجي في الكيس فايندينج، هي إيش الكيس فايندينج؟ الكيس فايندينج is the method to identify patient with hospital acquired infection or hospital associated infection through a combination of reviewing a medical record, asking question direct to the patient or healthcare worker, and checking laboratory, imaging, whatever, etc. الكيس فايندينج لما انا ابدا في الاندكس كيس ناخدها واحد، لما تطلع لي حاله ايجابيه اولى وبعدها تطلع لي حاله ايجابيه ثانيه، فانا هنا اجي امسك الاندكس كيس وابدا احلل حوالينه. مين الكيس كيف اعمل الكيس فايندينج؟ اجي اشوف النتائج تبعت المختبر، اجي اشوف ان الستاف اللي مسكه، اجي اشوف متى تم اخذ العينات، اشوف الساين والسيمتومز متى بدات عنده الاعراض، هل تم إعادة العينة له ولا ما تمت إعادة العينة له. يهمني جدا أعرف مين الهيلث كير وركر اللي كانوا شغالين عليه، يهمني جدا نعرف البروسيجرز اللي تمت على هذا المريض، يهمني جدا نعرف الأطباء اللي مروا على الطب، يهمني جدا كمان نعرف حركة المريض، هل تم حركته من قسم لقسم آخر أو من سرير لسرير آخر، من منطقة لمنطقة أخرى. هذه هنا يهمنا نعرف فيها الكيس فايندينج، ومن هنا نقدر نعرف اللي هو نتوسع في البحث عن اللي هو الحالات. Environmental sampling غالبا في الأوتبريك is a collection of sample from healthcare environment or equipment rather than human that are culture of our microorganism. هذه غالبا ناخدها في الأوتبريك إذا كان عندنا أوتبريك كبير وما احنا عارفين السورس، فالإنفيرومنتال سامبلينج تحدد لي مصدر السورس إذا وجد. غالبا لها آلية معينة يتم فيها الاتفاقية مع المختبر، لازم يرجع فيها في المختبر عشان توفر العينات ونتأكد إنها أخذت بطريقة صحيحة وبتدريب عن طريق اللي هو المختبر وصحة البيئة. نجي بالنسبة للـ impact of pathogens، عندنا two type of impact of pathogens، عندنا colonization وعندنا infection. إيش الفرق بين الكولونيزيشن والإنفكشن؟ الكولونيزيشن إنه أنا عندي المريض، إن الأورجانيزم is present in the body but there is no sign of symptoms، يعني المريض حامل البكتيريا ولا أو حامل الميكروب ولكن ما عليه أعراض وعلامات، ولكن قد ينقل البكتيريا هذه لأي شخص آخر عن طريق التلامس، عن طريق الكوفينج، عن directly or indirect way. Infection when a pathogen begin implement in the body and cause sinus symptoms. Infection يعني أنا يكون عندي sinus symptoms. من أهم علامات sinus symptoms إنه يكون أنا عندي fevers، إنه أنا يكون عندي low platelet، otherwise يعني بعضها في نخش اللي هي بالأدرز اللي هي ال medical issues. The impact of pathogen قلنا infection معناه is the entry of and multiplication of organism in the tissue of the host. Infection may be clinical or subclinical and may not be produced incurable disease or identifiable disease. However, it is usually a combined by measurable host response, either through a presence of specific antibodies or through cell-mediated reactions. بمعنى الانفكشن إنه أنا عندي عدوى، عندي مرض، عندي جرثومة، عندي بكتيريا، عندي باثوجين في جسمي، هذا أدى إنه يصير في infection وأدى إنه يصير في مرض ويؤدي إلى أشياء كثيرة، cell-mediated، يؤدي إلى deteriorating the cases وما شكلها كثير. ولكن colonization multiplication of organism at the body site or set without any over clinical expression. ممكن تكون في لا تلاقي البكتيريا موجودة، وغالبا نلاقي الكولونيزيشن لما نجي نعمل سكرينينج للبيشنتس للـ MRSA ولا للـ Candida auris ولا لبعض الـ VREs ولا الـ SPL MDROs in general. Colonization may or may not be pressures or infections، ممكن ما تكون infections، هي غالبا ما هي infection، ولكن
A colonization may be from a carrier of potential transmission force, بس الكولونايز إنه يكون حامل للمريض ويساعد على نقل المرض أو نقل الباثوجينز أو نقل الجرثومة من شخص إلى آخر بالإندايركت واي. طب عندنا type of patients، هناك تكلمنا عن type of pathogens، هنا نجي نتكلم عن type of patients. type of patients عندنا اثنين، عندنا cases وعندنا carriers. cases is a person who has a pathogen multiplying اللي هو عنده infection and meet the case definition of a specific disease. هذه حالة اللي هو نحن نسميها حالة انه الشخص عنده pathogens وعنده infections ومصنف على انه عنده disease، على عنده مرض. ولكن ال carriers is a person whose organism are present and may be multiply but who show no clinical response to either to their response presence. بمعنى ال carrier زي colonize انه حامل للمرض، وغالبا دائما نقول لل carriers انه حامل ل MRSA مثلا مثال. فالكاريرز إنه يكون حامل للباثوجينز أو حامل للبكتيريا أو حامل للمرض، ولكن إنه هو في مش عادي لجسمه ولكن قد يعدي الناس. عندنا مثال للكاريرز، عندنا مثلا MRSA كارير، عندنا ممكن latent TB الستاف اللي يكون عندهم some patients اللي يكون عندهم latent TB. بالنسبة للإيمرجنس إنفكشن اللي هي الأمراض المستجدة والعدوى المستجدة، it's in same rare emerging and re-emerging disease at high risk pathogen. One pathogen is enough to declare an outbreak in healthcare facilities that unlikely to be affected by that type of pathogens. بالنسبة للأمراض المستجدة ك outbreak programs، مجرد وجود حالة واحدة في المنشأة الصحية hospital healthcare facility assessment outbreak احنا بنعتبرها على انها outbreaks directly. An emerging infection disease تعريفها is defined as infectious disease that are newly recognized in population or having exist but are rapidly increased in incidence or geographical regions. زي ما احنا عارفين كتعريف الأمراض المستجدة عبارة عن أمراض تأتي، نقول مثلا تجينا الفترة وفجأة يزيد عددها وبتعمل لنا تعمل بانديميكس وتعمل أو تنتشر في مناطق معينة. وغالبا المعروف بالإيمرجنت ديزيز إنها غالبا هي بتكون زونتيك، عندهم مصدرها اللي هي الحيوانات. العوامل التي تتأثر إلا بالإيمرجنس إنفكشوس ديزيز اللي عندنا البوبوليشن جروث بيتأثر بالإيمرجنس ديزيز، السبريد إن هيلث كير فاسيليتي، الإنجوينج بوبوليشن، الجلوبال ترافلينج، الشينجينج الفيكتورز هابيتاز ريليتد تو ذا كلايمت تشينج. كلاسيفيكيشن ماتريكس. Once the healthcare facility is notified for the outbreak, the platform will classify the outbreak to level A, B, and C. The first level, prevention levels, which mean initial step must be implemented to inhibit the spread of cases, ويسمى precautionary levels، ويهدف إلى منع أو حدوث انتشار العدوى بتطبيق معايير مكافحة العدوى. جينا بالنسبة لليفل C، وهو عبارة عن presence of cases that need internal intervention from a healthcare facility and a cluster. مثال على level C عندنا وجود حالة واحدة من الكانديدا أوريوس بناء على الكلاسيفيكيشن matrix، أو وجود حالتين من الاكتينوباكتر أو كليبسيلا سواء كانت MDRO multidrug resistance أو كانت sensitive strain. في ليفل سي بالنسبة للإنترفينشن المتخذ من الهيلثكير فاسيليتي ومن الكلاستر، يتم تفعيل لجنة مكافحة العدوى على إذا حسب الوضع، إذا
استدعي الأمر مع وجود دعم من التجمع الصحي، ويتم فيه متابعة الحالات من الأول للآخر، وعمل خطة تصحيحية لمنع أو إيقاف انتشار العدوى. بالنسبة لليفل بي، وهو عبارة عن الـ moderate number of the cases need regional intervention، وهنا يتم فيه تفعيل المديرية لمتابعة الحالات وتقديم الدعم الكامل للمنشأة الصحية والتجمع لمتابعة أسباب ذات الحالات. وفيه أيضا يتم فيه مراجعة الخطة التصحيحية المعدة من قبل المنشأة الصحية والتجمع وتطويرها وتحسينها لإيقاف التفشي. بالنسبة لليفل A، وهو عبارة عن increase the number of cases that need high intervention from the command to contain the outbreak، وهنا يتم تدخل الإدارة العامة لمكافحة العدوى في لو متابعة التفشي. أو التدخل يتم عبارة عن دعم كامل للنظر عن أسباب زيادة الحالات وتحسين الخطة التصحيحية المعدة من قبل المديرية، والوقوف على أسباب زيادة الحالات ورفع التوصيات للإدارات الأخرى لإيقاف التفشي ومنع انتشاره. هنا لو جينا لل classification matrix هنلاقيها في الجايد لاين موجودة. الليفل سي مطلوب، إيش المطلوب؟ زي ما قلنا، أول حاجة الممارسين الصحي لمكافحة العدوى اللي هو الأوتبريك تيم fill up the form through GDBIC platform including a notification form within 48 hours, complete the OMAP from the outbreak investigation form, align list, corrective action plan, patient sick list, patient well health care tracing within 27 hours. Follow up on OMAP with the cluster. The regional health directorate will visit the facility as needed. مهم جدا انه مجرد ما يتم الابلاغ عن الاوتبريك، انه في اقل، ما نقول خلال 48، نتمنى انه يكون في اقل من 48 ساعة يتم ادخال جميع الحالات الانفستيجيشن، او زي ما قلنا اول يتم ادخالها بطريقة صحيحة، البيانات تكون كاملة، التحاليل نتائج المختبرات تكون صحيحة، العينات يتم ادخالها بطريقة صحيحة، التواريخ يتم إدخالها بطريقة صحيحة بحيث إنه يتم يسهل متابعتها، وبعد كده خلال 72 ساعة يتم اللي هو تكملة البيانات الخاصة وأقل. مسؤولية اللي هو متابعة كلاس سي عندنا الهيلث كير فاسيليتي والكلاستر، وبرضه إحنا عندنا المديرية والإدارة العامة بالتابع عن بعد. كلاس بي قلنا نفس الشيء، بتتم المتابعة الانترفينشن بيكون عن الـ Prepare Corrective Action Plan بـ Regional Health Directorate، Assess the Outbreak Facility Assessment، Maintain the Close اللي هو Communication with the Regional Health Directorate. مهم جدا في ليفل B إنه المديرية زملائنا في المديريات الصحية تديهم العافية يتابعوا الكوركتيف أكشن بلان الخاص بالمنشأة الصحية، ويتم عليه تعديل اللي هو تحسين اللي هو الكوركتيف أكشن بلان بحيث إنه نوصل لدرجة مرضية بالتقليل أو لثبات اللي هو التفشي على العدد اللي وصل عليه به، عشان إنه لا يتفاقم يوصل لأيه. طيب بالنسبة للكلاسيفيكيشن ماتريس كلاس A، زي ما قلنا هنا يتم فيها تدخل الإدارة العامة لمكافحة المنشآت الصحية في حال إنه وصل الليفل A، بمعنى الليفل A إنه الحالات كانت من 8 لأكثر من 8 حالات، فهنا لا يكون في إجراءات خاصة يتم اتخاذها، يتم عمل زيارة خاصة للمنشأة الصحية، متابعة جميع الإجراءات اللي تم عملها عشان تفادي هذا الأوتبريك، وتم عمل توصيات لمتابعة الحالات إن جنرال. هذا يديكم العافية، نرجع لها هتلاقوا في الجايد لاين جدول مخصص لجميع اللي هو الأورجانيزمز
كيف تصنيفها لـ A وتصنيفها لـ B وتصنيفها لـ C، وآلية الإبلاغ نفس الشيء حتكون برضو موجودة عندكم في الـ Guideline. شكرا لكم.